وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم ومنورانا في مطبخنا المتواضع الشيف آية عمر. وآية النهاردة هتعمل لنا حاجتين أجمل من بعض. أهم حاجة عندي المهلبية بالشوكولاتة دي، لأن أنا بالنسبة لي الموضوع جامد جدا. وهتعمل لنا فتة شاورما سوري يا سوسو. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ منورانا. بنورك، ربنا يخليك. والحاجتين أكيد أحلى من بعض. ميرسي، أنا مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة. تحبوا نبدأ بقى بإيه؟ نبتدي بالفتة، إيه رأيك؟ إيه؟ ماشي أنا معاك. يلا بينا. طيب أول فتة شاورما لحمة. لا فراخ. أوكي. بس سوري. أوكي. طيب. هتقولي مقادير الأول؟ عندنا مقادير الرز، عندي كوبايتين رز بسمتي. أوكي. كل كوبايتين رز بسمتي بياخدوا كوباية ونص ومية. وعندي مرقة، وعندي التوابل طبعا عشان أساس الرز، عندي بابريكا وعندي بهارات فراخ وكاري وكركم وكزبرة. وتتبيلة بقى الفراخ، عندي شاورما فراخ متقطعة كده، بانيه شاورما متقطعة رفيع. طب نعمل حاجة حاجة. طب نبدأ بالرز. طب هقول لك على حاجة، نتبل الفراخ ونسيبها ما كده ان نقلعها. احنا نشتغل كل مع بعض دلوقتي. الفراخ دي تتبل مدة طويلة عشان الطعم يبقى أحلى. التتبيلة دي بقى بتخليكي تشتغلي بيها على طول. يلا وانتي بتكلمي شاورما مع فيها ايه بقى التتبيلة؟ فيها زبادي. بصي يا سو بقى. وفيها بهارات. انا جبت لك كل البتاع جنبي. طيب. عايزه قلم وعايزه مع كل حاجه جنبي. بصي بالسباتيولا دي. السباتيولا زي ما انت عايزه. طيب. انا جايبه لك كل حاجه. ماشي، انا هحط الشاورما هنا. اوكي. قطع فراخ صدور او وراك زي ما انتوا عايزين الموجود. اوكي. متقطع. هتبلها بقى بزبادي. انا بسمع ان تتبيله الزبادي مع الفراخ او اللحمه بتطريها. أيوة بتخليها جوسي كده. بتخليها حلوه دي جدا. دي معلوماتي يعني. ايوه طبعا. انا شيف برضو يا مفيدة. جدا. لا جداً. انا أيوة. انا قلقانه وانا واقفه يعني. مش عايزه يعني معلومات. شوفي ايه انا غير تطبيق. انا متعلمه اني انا اسيب الناس تشتغل معايا، بلاش اخش في المنافسه علشان خاطر ما لا والله سيبهم ياكلوا عيش. بالظبط. سوسو عايزه تعقديني. معروفه لازم تدوقي اكلي. احنا حطينا ايه هنا؟ انا حطيت بابريكا وحطيت كزبره ناشفه واحط عصير ليمون. اوكي. يعني قد كده معلقه كبيره. في هنا كركم وفي ايه تاني؟ كركم وكاري. ايه ده كاري؟ ايوه. انا عندي مشكله مع الكاري يا اخوانا. ليه؟ مش عارفه. ده مفيد جدا، طعمه حلو كمان. بس عندي مشكله بيضايقك يعني؟ انت بتحبي الكاري؟ ما هو بصي حبه صغيرين مش بيبانوا، بيدي لون وطعم. لا انا موضوع الكاري، انا موضوع الاكل المتعطر بزياده ده بما حطي حته صغيره جدا. انا اخي انا التوابل بالنسبه لي تنتهي عند الملح والفلفل. ماشي. والكمون. على فكره برضو التوابل القليله بتخليك تحسي بطعم الحاجه اكتر يعني. البهارات الكتير بتضغي قوي. انا معاكي عشان كده يعني. لا يعني انت صح. حاجه بس تقوم بالسلامه وكل حاجه تبقى متظبطه. ماشي. واحط عليها توم معلقه صغير. اوكي. بس انا كده تبلت. انت كده قلتي حطيتي ملح وفلفل؟ حطيت. طب انت كده لو هنشتغل بيها على طول عشان نلحق نخلصها للمشاهدين. بس هي المفروض تقعد قد ايه؟ مش محتاجه تقعد. لا مش محتاجه تقعد يعني، لو هتسويها على طول على ما تعملي الرز هتكون دي التتبيله. طب يلا مش محتاجه خالص. عايزه زيت اجيبهم لك؟ ماشي اجيبه لك. اوكي. ماشي. نسوي نحط بقى زيت. اوكي. خلي بالك مفيدة كريمة جدا في الزيت. لا بعيني مش كتير الزيت قوي. مش كتير. خلاص تمام. اهم حاجة بقى الطاسة تكون سخنة. يلا هو هي سخنة. انا مسخنها لك جامد. بصي عيب. بوزع كده الفراخ، نعلي شوية عشان الفراخ ما تنزلش مية. انا عايزاها تتشوح حلو. اوكي. طب انت هتعليها؟ هاجي صادق؟ تمام. انا معاكي. انا عليتها شويه. اوكي كده احنا عليناها على اخر حاجه. تمام. هسيبها بقى تتشوح. سيبيها بقى لغايه ما نعمل ونعمل بقى بسرعه الرز. هتقولي مقادير الرز. ماشي حاضر. انا معاكي للرز عشان نحطه وبعدين نبقى ايه؟ بعد كده نعمل المهلبيه عشان وقتنا. تمام. خلاص انا عندي هنا رز بسمتي اصفر او ابيض. انت قلتي كوبايتين. ومعاهم كوبايه ونص ميه. طيب يلا. ماشي هنا بقى هننقل هنا. اوكي يلا. ماشي. زيت بقى الاول. هاتيه من وراك يا ايمن. ماشي. انت فتحتي اني واحده يا ايمن؟ لا ما فتحتش لسه. انا فتحت دي بس. يلا. ماشي. زيتك. اوكي. اوكي. ماشي. ماشي. كله بيتاكل.
احط كتير ولا كده كويس؟ اه لا احط كتير عشان كميه الرز، عشان الرز كده يبقى مفلفل وحلو. اوكي ماشي تمام كده. تمام ماشي. هحط بقى، هنزل هنا بالبهارات الاول. انت قلتي بقى الرز ده انت ليه طريقه معينه انت عاملاها؟ هقول لك. بصي هنزل بالبهارات الاول علشان ريحتها تطلع كده مع الزيت تتشوح. انت اول ما تحطي البهارات للرز طعم، وفي نفس الوقت هتلاقي اللون ظبط قوي دلوقتي لما احط الكاري يلا والكركم. حطيتي انت كده خدي اهو كل البهارات عندك. ماشي كده تمام. اوكي ماشي. ايه انت عندك صفحه على الانستجرام؟ عندي على كل السوشيال ميديا. بتعلمي ناس طبخ ولا بتعملي كيترينج في البيت؟ بصي وانا كنت في الاول الموضوع بدا معايا كيترينج. اوكي تمام انا معاكي. ماشي. وبعدين الصفحه طبعا كبرت وبقى عندي اوردرات كتير، وبدا ان الناس فعلا تطلب مني. وبعد كده بدات ان انا ايه شويه بعد الخلفه الموضوع الاوردرات بقى صعب عليا. انا ما كنتش عارفه ليه متجوزه. هي فاجئتني يعني. الاول انا كنت فاكره ان هي لسه ما اتجوزتش، دلوقتي طلعت مخلفه. للاسف الاجيال دلوقتي بقوا اطفال. مش باين علينا خالص. متجوزه بقالك قد ايه يا بنتي؟ هتتفاجئي. اديني 10 سنين. ايه؟ ليه؟ رقم مهم. انت عندك 10 سنين بقى. لا مش ما انت تديني كام سنه اقول لك بقى يعني. انا اصلا كلنا 21 سنه. ايوه يعني ماشي. ايوه بس بيبي انت متجوزه بدري قوي. ما دي حقيقه. ده الحب ولع في والله يعني. ولا النصيب. 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 والحب لسه قائم وموجود. طبعا بس لا يعني. بحب قوي الردود بتاع طبعا يعني. بس بشكل تاني يعني. عشره. ايوه عشره. سنه اتولدت عشره وعيال مودة ورحمة. موال كبير يعني. والله. بس قولي لي انت ايه الحاجات اللي انت متميزة فيها؟ الحمام المحشي طبعا. اوكي. ورق العنب. اوكي. بس فبدات ان انا مع الخلفه، خصوصا ان الطبخ ده مش شغلتي اساسا، اصلا مهندسه وما زلت. طب يلا نحط ميه وانت كملي قصتك. ماشي. هي قصه طويله. معانا اهو كده حلو؟ يلا. تمام. حلو قوي. هنسيبه بقى نغطي ونوطي. هنغطي ونغطي ونسيبه بقى يستوي براحته خالص. واحنا لسه بنشتغل مع بتاع. جاوبي بقى على سؤالك مع سهير. واحنا عندنا والحاجه الحلوه يعني انت في الاكل العادي الحمام ورق العنب. الحلويات بقى الحلويات التشيز كيك، الكيكات بكل انواعها، تورت الاعياد الميلاد. طب انت هتعملي ايه بتبقى لطيف؟ هعمل مهلبيه بالشوكولاته. اوكي. هنحط اللبن. اسعارك حلوه اقتصاديه ولا مغليه على الناس؟ ما بس انا وقفت بقى بقالي وقفت بقالي حبه كبيره. فالموضوع لا اللي لسه ما زال بيشتغل كده. الاسعار فعلا بقت ان انت عم تجيبي الحاجه الخام برضو بقت غاليه. فوقفت شويه. وبدات ايه وانا بتسلى كده مع الامومه. الدنيا غليت ها بره؟ انت حطيتي لبن؟ حطيت كوبايتين لبن. كوبايتين لبن هحط عليهم معلقتين كبار نشا. معلقتين كبار نشا. ايوه عشان يمسكوا. علشان يدوني بقى قوام كده حلو كريمي للمهلبيه. خدتي بالك ان انا عارفه النشا ايه فوائدها؟ ايه ده؟ لا هو في حد يشكك؟ لا انا ساكته. انا شايفاكي ساكته مش عارفه يعني. هل انت مركزه في ايه؟ خلاص اختك بتطبخ يعني. انت نظريا او شفويا عظيمه. انا تطبيقيا ده ربع كوبايه كلام. ربع كوبايه سكر بس والسكر قليل كده عشان لسه في. ما هو بصي دول كوبايتين لبن برده مش كتير، فالسكر برده علشان ما يبقاش بيغذى، زائد ان الكاكاو ممكن يكون فيه سكر برده. طب يلا انا جاهز. ماشي. معلقتين كاكاو. ايوه صح كده عشان ما يكلكعش. صح. ايوه طبعا. عيب يا معلم. انا بساعدك. انا كل ده مستنيكي تخلصي لنا الفراخ. احط كل الكاكاو؟ اوكي بس تفضلي قلبي بقى لحد عارفه زي البودنج. بس ايوه بالظبط كده. او اخر حاجه هنحطها الفانيليا بس لما نقفل عليها. نقفل عليها يعني مش قبل ما نقفل عليها؟ لا بتمرر. اوكي دي معلومه مهمه جدا يا جماعه. طيب انا بعمل لآية البودنج وهي بتعمل الفراخ. الفراخ فراخ فاضل لها. لا ده مفيش دقايق. مش عامله للفته دي الزبادي اللي بيتحط عليها؟ عامله توميه. توميه بدل الزبادي؟ توميه. بس التوميه بدل ما بحط مايونيز كل كميه بحط معلقه واحده بس الطعم والباقي زبادي. ده ايه يا سهير؟ ايه توميه؟ لا الزبادي. في فته زبادي. دي غير دي مش فته زبادي؟ لا دي فته الشاورما بتاكل معاها توميه. فته شاورما. لكن فته الزبادي بتبقى حاجه ثانيه. طب انا اعرف منين البودنج ده استوى يعني؟ لما يبتدي يتقل بقى وانت بتقلبي كده تحسي ان هو تقل معاكي زي قوام البشاميل كده. يعني اول ما يتقل. وما ينفعش اسيبه يغلي.
معرفش. عشان هيلزق وهيدخل هتلاقيه تخن قوي زي عنزوم واللزق تحت، حتى لو الحله مش بتلزق هتلاقيه قفش تحت. اوكي وصلت المعلومه يعني. فقلتي لي بقى ان انت بطلتي وانت بتشتغلي مهندسه؟ يعني انا مع الكيترنج كنت بشتغل مهندسه وما زلت، وبعد كده وقفت بقى الكيترنج وقلت بقى ايه فرع في الهندسه؟ اي فرع في الهندسه؟ اتصالات. اتصالات. اوكي ده مهم جدا ده. يعني من الحاجات العصريه المهمه جدا الناس تعرفها وتتعلمها. برافو ان انت درستيها. بس فبدات ان انا مع وقفت ده، بس كنت مش عايزه اوقف في الصفحه، الناس بدات تعرفني وبتتابعني، فقلت خلاص. فقلت خلاص ابتدي بقى الحاجات اللي انا بتعلمها، فكيت انا بحطها في الاكل اللي كنت بطلعه اوردرات، انتوا كمان اتعلموه، يعني انا ما عنديش وقت اعمل لكم. اتعلمي بقى الناس. بصي انا بدي الخبره كلها في الفيديوهات انها تبقى قصيره وفي نفس الوقت بيبقى فيها الخلاصه كلها. بس انتوا مش ملاحظين، انت مش لاحظه يا سويف ان كل جيل اجيال اللي بيعلموا طبيخ صغيرين في السن؟ يعني احنا كنا زمان نعرف ان مثلا ايه جداتنا هم اللي يعلمونا التريكس، التبس انت يعني التبس اند تريكس زي ما بيقولوا. بس دلوقتي بقى العيال الصغيره يعني السن الاصغر هم اللي بيعلموا. ما علشان احنا اتحطينا في الموضوع، يعني هتلاقي اللي في سني اتحطيت في الموضوع بدري. الطموحات زمان مثلا كنت لما كنت تسالي بنت تقولي كان عايزه ابقى دكتوره، عايزه ابقى مهندسه، عايزه ابقى مشهوره، عايزه ابقى مذيعه. يعني ما كانتش بتخرج عن الحاجات دي في اغلب الاعمال. دلوقتي بيعملوا مهن ثانيه، حاجات مختلفه تماما يعني. تمام. فمنها الطبخ. بالظبط كده. ما هي الدنيا اختلفت عن زمان. انا كده خلصت. هاتي بقى الفانيليا. انا كده خلصت. ماشي وانا كمان. يلا. حط دي. اوكي. بس كده. تعالي بقى انت زيني طبقك عقبال ما انا ايه؟ ماشي. احنا عاملين نسخه من البودنج. تمام. يبقى احنا كده انا اتعلمت البودنج اهو. ها. بس انا هاخد ده كده. ده سخن مولع نار. بس على الرز. انت عامله الرز الاصفر ده بالكاري ولا عاملاه كاري وكركم؟ كاري وكركم نفس الفكره. حلو. واكله على فكره برضو من ضمن الحاجات المختلفه في الجيل ده سرعه الاداء. ده حقيقي. يعني احنا عملنا الاكله متكامله، رز وفراخ بس بشكل مختلف، ومعاها حبه العيش محمص، العيش محمص والحلو بودنج. صح كده. وما خدتش مننا خمس دقايق. اي ست بتشتغل النو تايم تقدر ان هي تكمل شغلها، تكمل بيتها يعني. الراجل ما يجيش يقول لها انت مقصره.